بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أخواني وأخواتي الباحثين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في رحاب الشبكة السويدية العراقية بالتعاون مع جامعة أوروك وجامعة التراث وأكاديمية إثراء المعرفة في منظمة الصداقة الدولية. تقيم الشبكة السويدية العراقية بوابة ريكا العالمية دورة تصنيف وإدارة المجلات العلمية المستوى الأول ودورة رقم 15، وأنتم الوجبة الثانية إن شاء الله. أنا أخوكم الأستاذ الدكتور يوسف إسماعيل مشداني، رئيس أكاديمية إثراء المعرفة. إن شاء الله اليوم راح نتكلم مع حضراتكم بموضوع مهم لأي باحث وأي تدريسي، وأكيد يعني الكثير يجوز كل حضراتكم مارين بخطوات هذه المحاضرة. إن شاء الله حنتذاكر معاكم الشيء النظري والتجارب اللي خضناها في هذا المجال، مجال خطوات نشر الورقة البحثية. حقيقة احنا انا واخويا دكتور عزيز تبادلنا الادوار بالوجبة الثانية، يعني الوجبة الاولى انا انطيت المحاضرة الاولى اللي هي مصطلحات، واستاذنا الفاضل دكتور عزيز مشكورا كان اخذ هذه المحاضره. الان تبادلنا، التسجيل موجود للمحاضرات السابقه حتى يعني تتنوع العروض عند حضراتكم ونغنيكم ان شاء الله بالمعلومات الموجوده. نسال الله عز وجل لكم السداد والنجاح والتوفيق في تطوير ذاتكم الأكاديمي، وتكونون سبب إن شاء الله في تطوير ورفع مستوى الأداء في مؤسساتكم التعليمية جامعاتكم، وبالتالي تكون الحصيلة هي يعني إن شاء الله يعني رفعت مكانة بلدنا وبلدان الإخوان المشاركين معنا. وأهلا وسهلا بكم. حقيقة راح نتعرف بالمحاضرة على أهم خطوات نشر الورقة البحثية، الستيبس فور ببلشينج ريسيرش بيبر، اللي هي أهمها بعد ما تكون عندنا ورقة بحثية لازم ندقق الاستلال والتدقيق اللغوي، وبعدها ما راح نسوي سبمت بعد ما نختار المجلة المناسبة لبحثنا، راح نسوي سبمت، راح تجينا ملاحظات من المقيمين ومن الإديتر رئيس التحرير بالمجلة، فشون نرد على هذه الإجابات. بعد ما يقبل النشر الخطوات في إكمال عملية النشر، بعد ما تنشر البيبر هل يوجد بعد أعمال أني نشرت بيبر، أيضا راح نتعرف عليها إن شاء الله بإذنها عز وجل. حقيقة اليوم قبل لا أبدأ بالمحاضرة أحب يعني أشارككم فد مسألة أفرحتني حقيقة، وجزء هي استكمالا لمحاضرة أخونا دكتور عزيز بالأمس. إحنا بفضل الله عز وجل الآن أصبحت لدينا في سكوبس، في مستوعب سكوبس، 10 مجلات عراقية. يعني هنيئا ومبارك لجامعاتنا الفذة في وصول هكذا مرتبة. حقيقة جامعة بغداد كانت لها حصة الأسد، وليس غريب على جامعة بغداد فهي أم جامعات العراق، ونسأل الله عز وجل الرقي والتقدم والسداد، وبارك الله بالجهود الخفية اللي كانت وراء هذا الإنجاز. جامعة بغداد الآن عندها 5 مجلات في مستوعب سكوبس، طبعاً 3 من هذه المجلات العراقية هي 2 منها Q2 وواحدة Q3 والباقيات Q4. جامعة كربلاء عندها Q2 ما شاء الله،
اتحاد الجيولوجيين العراقيين Q4 وهي التسلسل الرابع، جامعة البصرة ما شاء الله عندها أيضا مجلة، والمجلة الأخيرة هذه أيضا راح يكون لنا حديث بسيط عنها. إذا أريد نسوي فد ريفيو بسيط على هاي المجلات نأخذ من وقتكم فد دقيقتين حقيقة حتى نشارك وياكم. طبعا المجلة الأخيرة اللي ردنا نتكلم عنها هي مجلة أكاديمية الخليج العربي، وأخواني الأعزاء هذه المجلة هي من عام 1999 دخلت إلى مستوعب سكوبس، لكن مع الأسف الشديد وتظهر بالمجلات العراقية وإحنا كاتبين عليها يعني مجهولة المصدر، من عام 2015 بدأ الإمباكت فاكتر مالتها ينزل إلى الصفر، مع العلم أنه هذه المجلة هي أيضا مجلة كلاريفيت، يعني هي ISI، تعرفون ISI أصبح كلاريفيت، هي سكوبس كلاريفيت، والآن هذه المجلة مفقودة، أصبح السايت سكور مالتها زيرو، الإمباكت فاكتر مالتها زيرو، وما معروف. أنا بحثت بالويب سايت كثيرا لقيت لوجو نازل جديد للعربية السعودية، وما أعرف شنو السبب. طبعا أنا سابقا هذه المجلة، لأن أنا هذا النوع من المحاضرات يعني منطيب بأكثر من مكان، ويعني ومن قبل سنوات، يعني هذا الفيديو اللي أمام حضراتكم الآن هو يعني 15/4/2013، هذه المحاضرة أنا منطيها في يعني جامعة الأنبار. إذا نشوف أنا مسجل في هذا الفيديو للمجلات، أنا ردت أشوف لكم إياه على الويب سايت، لأن هو بالإمكان أنه تبحث على الويب سايت لسنوات سابقة وأشوفكم حال هذه المجلة، ونستغل هذا المنبر والناشد الإخوان بالوزارة أنه يبحثون عن هذه المجلة العراقية المفقودة، لأن هذا جهد لناس يعني متميزين، لأن راح نشوف من خلال الفيديو. طبعا هذه هي السيماغو ويب سايت بال2013، وكانت بالإمكان أنه يعني تبحث مثل ما موجود الآن، لكن الآن شكل الويب سايت تغير. كان طبعا يعني تسلسل العراق هو 93 بالدوكيومنت والسايتيشن أيضا الموجود والسلف سايتيشن، وأنا مسوي أناليسز من خلال هذا الفيديو، لكن ما أريد أخذ من وقت المحاضرة كثيرا، أسرع على الفيديو حتى نوصل إلى المجلات العراقية اللي كانت موجودة بال2013 بمستوعب سكوبس. نشوفها انه كانوا فقط ثلاث مجلات، هذه المجلة مجلة أكاديمية الخليج العربي، ومجلة جامعة الموصل، مجلة العلوم الزراعية، وأيضا المجلة العراقية للميديسن. نشوف انه كان الاتش اندكس مالتها 8، لكن الآن إذا نشوف الفيديو السلايد السابق نزل الاتش اندكس مالته إلى الزيرو، لأنه هذه المجلة يعني ما أعرف كيف انفقدت. هذه أنا إذا أسوي كانت الآن هذه المجلة هي كيو 3، كانت في 2013 هي كيو 4. قبل 2003 كانت فقط هذه المجلة، مجلة الأكاديمية الخليج العربي، هي اللي موجودة في مستوعب سكوبس، لكن مع الأسف الآن يعني ضاعت هذه الجهود كاملة. نشوف يعني تسلسلها العاشر، ونشوف الـ H index مالتها هنا إذا واضح هو زيرو.
نسأل الله عز وجل أنه يمكن الإخوان بالوزارة أو المسؤولين عن هذا الأمر أنه يرجعون هذه المجلة إلى سابق عهده. الآن إخواني نرجع إلى محاضرتنا لهذا اليوم. حقيقة بما أنه إحنا عندنا كلام على الريسيرش بيبر، إذن نريد نتطرق على العناصر الرئيسية للعمل البحثي. يجب أنه تتوفر ثلاثة أمور بالعمل البحثي حتى يتكامل. أولها هو الكونتريبيوشن. طبعا إحنا من عندنا الكونتريبيوشن، الكونتريبيوشن ممكن يكون هو شيء نظري، كان يكون دراسة نظرية أو development لثيري معين، أو يكون practical work، كان يكون installation أو measurement، لعناصر مهمة ببعض العمليات البحثية، أو يكون simulation work، أو يكون simulation work لل فد mathematical model معقد، أو يكون كان يكون virtual reality. هذا contribution ممكن صياغته ب research article. طبعا أنواع research article، research article إحنا الآن هذا الكلام بالcontribution عام وشامل، لأنه ممكن الدراسة النظرية أسويها review paper اللي هي واحدة من أنواع الريسيرش أرتيكل، أو يكون ريسيرش بيبر، أو يكون ميثودولوجي، أو تكون لتر شورت بيبر، أو يكون ريبورت، أو يكون تشابتر في كتاب. بعد ما صغنا وأصبح لدينا ورقة بحثية، الآن يأتي الشيء المهم أنه تنشر هذه الورقة البحثية في مجلة عالية التصنيف، وهذا هدف كل باحث أنه ينشر بمستوعبات كلاريفيت أو سكوبس أو الناتشرال ساينز وهكذا. طبعا المفردات الرئيسية للريسيرش أرتيكل، وهذا إن شاء الله تأخذونه بالمستوى الثاني ديتيلز، يبدأ من التايتل أوف أرتيكلز إلى الابستراكت إلى الكيورد إلى الانترودكشن الباك جراوند أو الليترشر سيرفي، ثم الميثودولوجي والريسيرش ريزلت برزنتيشن والديسكشن والكونكلوجن والارتيكل ريفرنس والاديشنال اللي هي تكون فيوتشر وورك وكلوجمنت، أو ممكن يكون هيدلاين للبيبر، بعدها الريفرنس النهائية أو الابندسيز. هذه الورقة البحثية أخواني بعد ما اكتملت عندنا الآن الخطوة اللي تليها بعد ما اكتملت الورقة البحثية كيف أهيئها إلى السبمت للمجلة. راح يكون هذا الشيء أول خطوة، أنه أدقق الاستلال اللي هو السيميلاريتي، وأدقق اللغة مالتها. طبعا الإديتك لانجوجز هذا جدا مهم، خصوصا احنا يعني مو نايتف سبيكر للغة الإنجليزية، واحنا ننشر باللغة الإنجليزية، لذلك من تكتب لا بأس انه يكون وراك ريفيور للغة، يدقق صياغة اللغة من ناحية الجرامرز ومن ناحية السيوتابل فوكابولاري وهكذا للبيبر مالتك. البلاجارزم احنا عندنا سوفت وير اعتمد وهو التيرنتين، وطبعا التيرنتين هي شركة قدمت هذا السوفت وير وتتعاقد، لكن ما تتعاقد ويا الأشخاص، لذلك ما يمكن سعينا حثيثا من 2012 انه يكون لنا اكاونت خاص بالتيرنتين، حتى كان ممثل
الشرق الأوسط بالترنت هو دكتور أحمد من الإمارات، راسلنا هذه الشركة ما تقبل أنه الأشخاص ينتمون حتى لو تدفع مبالغ عالية، يجب أنه يكون الاشتراك عبر المؤسسات اللي هي المؤسسات التعليمية طبعا، لأن كانت تكون كليات أو جامعات أو معاهد وهكذا. طبعا في الجامعات العالمية، جزء حضراتكم أغلبكم يعني نكمل برا بوست جراجويت، هي فري وموجودة. الآن بدأ النولج هذا يعني عم جامعاتنا مو فري لكن بمبالغ يعني مو غالية، مو باهظة الثمن، لأن هو أصلا شركة الترنت تبيع هذا العشرة آلاف الميتين يوزر نيم وباسورد بعشرة آلاف دولار طبعا قديما، الآن جزء يعني الأسعار أقل حقيقة. من خلال هذا السوفت وير، طبعا اكو سوفت وير غيره منتشره كثيره بالانترنت اذا تحب تشيكها، لكن ما تعتمد مثل الترنتن. الترنتن طبعا الشركه تسوي له سيتنج اكوردنج للريكويرمنت مالت المؤسسه اللي تشترك بها، لذلك نشوف مثلا النسبة اللي يعتمدها بالعراق التيرنتن تختلف عنها في ماليزيا في اليوكي في غيره، أو مثلا أنت تشيك جامعتك البلاجارزم وتسوي سبمت عبر إيداس مثلا، تشوف بإيداس أعلى التيرنتن لأنه أشد السيتنج مالته، وراح نتعرف كيف يكون هذا السيتنج إن شاء الله بإذنه تعالى. التشابه طبعا انا عندي اكاونت من جامعه ملايا بعد ما كملت البوست دكتوريت هناك، وصار عندي تعاون اشراف مشترك معاهم، باقي عندي هذا الاكاونت لحد الان استخدمه مع طلابي. الأكاونت اللي تعتمده جامعة ملايا هو يشيك لحد يعني two words، يعني مثلا control system هنا يعني كلمتين ويكونون متلازمة دائما، مثلا يطلعها similarity. هذه الواجهة الرئيسية للبرنامج، وإن شاء الله يعني نتمكن أنه نشوفه. إذا تسوي سبميت الريبورت راح يكون الصفحة الأولى هي هذه اللي أمام حضراتكم، مثلاً هذه لبحث أني مسوي، راح يكون بالتايتل مال البحث اللي تكتبه أنت بالبرنامج، وأيضاً باي منو اللي دا يسوي الترنتن، مثلاً واحد من طلابك أو أنت أو الاخ اللي الان مثلا موجود في يعني في جامعاتنا مثلا مركز الحاسبه الالكتروني هو يكون مسؤول، والتاريخ اللي سوى به سبمت. بعدها راح يكون بالاسفل هم تاريخ السبمت، لذلك تشوف مثلا احنا انا مسوي 30/10 لكن الفرق بيننا وبين التوقيت في ملايا صار 31 اكتوبر. السبمت ايديا ايضا هذا خاص بالبرنامج، والفايل نيم اللي انت بعثته طبعا هذا جدا مهم حتى انت تشوف يعني يا فايل انت فحصت من الملفات مالتك، وكم عدد الكلمات المفحوصه، وايضا كم عدد الحروف. هذا بالصفحه الاولى، بعدها بتبدي الصفحه الثانيه البيبر مالتك وكيف انه يطلع السيميلاريتي. اذا نشوف مثل هذا البحث هذا لانه منشور يطلع اسم مثلا هذا انا بعد ما ناشر البحث وفاحصه، لكن لانه انا ناشر بهذه المجله سابقا طلعت اسم المجله، طلع تشابه بالعنوان، طلع اسمي وهكذا، هذا الكروسبوندينج اثر وهكذا. شوف الانترودكشن لحد الكلمه الواحده يكون بها الاستلال، لذلك انا من اكتب الورقه مالتي يجب ان اعرف اخر صفحة بعد انتهاء البحث راح يكون هذا الابريفيشن للنسب، وبعد الديتيلز مثلا هذا الان
وبسبعه الاستلال مجزأة الى 1-1. طبعا بالسيتنج ممكن تتحكم بكميه الاقل من واحد تكنسله، ما يعتمد فقط الاعلى، يعني ان شاء الله نتعرف عليه. هذا يعني بشكل مكبر، هذا السيميلاريتي اندكس هو 7%، الانترنت سورس 5، الببلشنج 6. طبعا هذا اذا احنا نسوي نجي على هذه الاجزاء ونسوي لها اكسكلودد راح تطلع كل واحده ايش قد نسبتها، لانه هو الببلشنج ايضا من الانترنت سورس، لكن الانترنت سورس مو شرط يكون ببلشنج. شلون؟ كل سبمت لاي جامعه هو انترنت سورس بس مو ببلشنج. انت ناشر ريبورت بجامعتك بالويب سايت بالصفحه مالتك وماخذ جزء منه بالبحث مالتك، هذا بالانترنت سورس بس مو بالببلشنج. ايضا الستودنت بيبرز، انت اذا عندك احنا الاكونت مثلا هنا احنا باليونيفرسيتي ملايا مسوين سيتنج لاي بيبر بالستودنتس الاخرى اللي مسويه سبمت للترنتن، فتطلع 2% هي متداخله، فيما بينها تطلع السيميلاريتي اندكس هي 7%. اذا نجي نشوف الاكونت مالتنا، يعني ان شاء الله يحالفنا الحظ وان نقدر نسوي الشيرنج للويب سايت حتى نتعرف عليها بشكل ادق. الان هذا حساب التيرنتن، اذا انا اريد ادخل على الحساب مالتي حتى نتعرف بشكل ادق على التيرنتن، الان اعمل لوج ان. هذه الواجهه الرئيسيه للبرنامج، طبعا بلغات حتى العربي موجود به. يجب انه يعني تستحدث كلاس لك، يعني بما انه انا انستراكتور فبالامكان انطي الى يعني طلابي، واذا كان هو ستودنت ما بالامكان انه يعني يسوي كلاس، فقط يسوي داخل الكلاس مالته يعمل يعني assignment. الان اذا مثلا عندي هذا الassignment، الassignment طبعا ب setting للوقت ب يعني الستارتنج والديو تايم والبوست تايم. فالان مثلا هذا البحث انا مشيكه منشور وداريد اشيك الاستلال مالته، نشوف انه هو 89. هذا ال 89 هو يعني نسبته مع نفسه، مع نفس البحث المنشور. الان راح نتعرف عليه، بس قبلها نريد نتعرف على الايديتنج مال الاسايمنت، السيتنج اللي تكلمنا عليه شلون يكون. طبعا بعض السيتنج الخاصه بنوع الاستلال هذا خاص بالشركه، لكن اللي اني ممكن اتحكم به يعني الفاسيلتي اللي يعني منطيتني اياها الشركه هي بعض الامور اللي يعني اهمها انه اني يعني بعد ايش قد عن الديو ديتا انه اني اسوي السبمت. ايضا السيميلاريتي ريبورت اني ايش وقت يعني اقدر اخذه immediately لو بعد فترة أيضا، وأيضا أنا بالإمكان أسوي excluded لو لا. هذا أنا مثلا أريد أسوي أنا instructor أريد أسوي لطلابي فما أنطيهم هاي الخاصية، لأن أنا أريد أشوفها بالضبط، ما أريد أسوي excluded. وراح نتعرف على excluded الآن شنو أقدر أتحكم به يعني، وأيضا إمكانية excluded مع غير paper. طبعا احنا لحد 2019 كان النظام المعتمد بوزاره التعليم العالي الخاصه عندنا بالعراق انه انا السيميلاريتي مع بحوثي ما داخله بالبلاجارزم. يعني انا مثلا اريد اقدم ترقيه علميه فاروح المركز الحاسبه يفحصوا لي البحوث مالتي. قبل 2019 كانت يعني تعليمات الوزاره انه ويا بحوثي ما مشكله تتكنسل، لكن بعد 2019 لا، اصبحت انا ناشر 5 بحوث اذا مع بحوثي يتضمن البلاجارزم.
يعني صارت يعني بعد ادق المساله هذه ايضا انا اقدر يعني اشيكها. ايضا الاكسكلودد ويا السمول سورس اقل من الواحد اخليها لو ارفعها. السيميلاريتي ريبورت للستودنتس بالامكان لو لا ايضا تحدده. وايضا شنو نوع ال 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 البيبر اللي راح اني اخذها سبميت. وايضا هل انه هذا الريبورت يبقى لو هو فقط تمبلري ينفحص ومجرد ما تلغي ما يبقى بالداتا بيس. طبعا اذا تختار انه يبقى بالداتا بيس فقط الانستركتور الرئيسي للترنت المسؤول هو اللي يقدر يرفعه من الداتا بيس. هذا يعني اهم السيتنج اللي اني اقدر كانستركتور. الستودنتس ما عندهم كثير من هذه الفاسيلتي. الان اذا اني جيت فحصت هذا وطلعت لي نسبه الاستلال المطلوب اللي عندي واريد اشوفها، اذا اني عندي امكانيه انه اسوي اكسكلودد، لان احنا من نفحص بالجامعه مثلا لاغراض الترقيه من يجي يشوف انه هذا مع البحث مالتي هو 81، فهذا اسوي له اكسكلودد هذا هذه النسبه. فمن اسوي له اكسكلودد راح ترفع هذه الان اكسكلودد سورس راح تتاشر، هذه ال 81 حتتكنسل من البحث لانه هذه مع البحث نفسه هو فتتكنسل، فتبقى فقط اللي هي خارج المتشابهه مع البحث. طبعا ممكن اسوي اكسكلودد الان 1 والقاه بعد متشابه ويا غيره ويا الانترنت سورس، لان احنا قلنا سابقا انه هو يعني انترنت سورس ببلشنج ستودنت بيبر، ممكن القى نفس هذا البحث اني فاحصه قبل مكان اخر مثلا بغير جامعه وهو ايضا متشابه، فايضا بالامكان احمل له اكسكلودد وهكذا. طبعا هذا يعني تتحكم بسرعه الانترنت. هذا يعني هو اهم ما موجود ب برنامج التيرنتين وكيف يعني اتحكم به. نرجع الى محاضرتنا. الان بعد ما تعرفنا على الاستلال وكانت البحث مالتك ضمن الريكوايرمنت، طبعا ريكوايرمنت الاستلال لاغراض الترقيه هو 20%، يجب انه يكون هذه المفردات هي اقل من 5%، يعني الكلي هو 20% نسبه الاستلال وهذه المفردات هي اقل من 5%، اكبر من 5%. طبعا يعني بالتعليمات الترقيه ممكن انه يعني لجنة الاستلال يعني تشوف تشيك هذه الخمسة بالمية الأعلى من 5% وهو ضمن الرينج، يعني هو مثلا 19 أو 15 وعنده هنا نسبة 5%، هل إنه هذا التشابه من الداخل هو ضمن الانترودكشن مثلا، لو هو إذا كان ضمن الريزلت يكون غير مقبول، وهكذا تكون صلاحية الاستلال العلمي. بالمجلات بعض المجلات تقبل ب 15 وغالبية السبرينجر والألسفير هي 15%. بعد ما اكتمل وشيكت الاستلال مالت البحث مالتك، الآن المراحل التالية لنشر الورقة البحثية. المرحلة الثانية المهمة، أنا اكتملت عندي بيبر شيكتها من ناحية اللانجوج، شيكتها من ناحية الاستلال، الآن الخطوة المهمة واللي هي أصبحت الآن عند باحثين تمثل معضلة، اختيار المجلة المناسبة للبحث. طبعا إخواني الأعزاء يعني أنا ما أريد دائما أخرج عن موضوع المحاضرة، لكن أكو شغلات ريليتد وهي شواهد يجب أنه الواحد يستشهد بها. جامعة ملايا إخواني الأعزاء ما تركت الحبل على القارب للباحثين أبدا،
مثلا طالب الدكتوراه ما يسوي سبمت للديفينس مالته للفايفا اذا ما ينشر بحثين كلاريفيت كيو 1، لكن بيا مجلات مو هو يختارهم، مثل ما يصير مثلا بتركيا. تركيا تنشر بعض المجلات، بعض الجامعات تشترط عليك تنشر بحث في السي اي، بس انت تروح، انت تروح تدبر بفلوس بكذا بتعامل. لذلك مع الاسف اصبح كثير من السماسره، عذرا يعني لهذه الكلمه، مكاتب وغيرها، جامعه اليوم تنزل لسته من الاي اس اي، يعني سابقا كان اسمها الاي اس اي، من الكلاريفيت بي دي اف، كان يكون مثلا ب 100 صفحه، بهندسه وطب وعلوم وكل التخصصات. مطلوب منك تختار حتى التدريسين عندهم، مو بس البوست جراديويت، حتى التدريسين ما لحق ينشر فقط بهذه المجلات. مجلات، بعض المجلات كلاريفيت كيو 1 بس ما معتمده، عند اليو ام هي بلاك ليست. صح هو فجهد قاسي على الجامعه، لكن كيف الباحثين شر هذه المساله؟ تروح انت بهذه المجلات تنشر فقط. المهم احنا كباحثين الان احنا مو بس ندور كلاريفيت، ندور سكوباس، كلاريفيت، دايركت ساينس، ناتشرال ساينس وهكذا. فكيف نعملها؟ وايضا راح نتكلم على قالب المجله والاجابات والقبول النشر وغيرها. نجي على مساله كيف تختار المجله. طبعا اخواني احنا كل واحد بينا هو يعني عنده فد صفحه بمستوعب سكوباس، اكيد اتكلم امس عليها دكتور عزيز وكيف تنشا وكيف كذا. و طبعا التعليمات الاخيره عندنا مثلا بالعراق بالترقيه، انا ايضا حاعرض لكم ان شاء الله الكتاب بعد شويه، لان هذا كتاب كلش مهم يعني، وبارك الله بهم الاخوان بالوزاره انه صدروا هيك كتاب. ما يعتمد البحث الا ينزل في صفحتك في سكوباس، انت تروح تنشر بسكوباس، بس هي ورا فتره هي بالبلاك ليست، بس انت ما تعرف فما تنزل. فانت يجب عليك اول خطوه انه من تشيك البحث، تشيك المجله، تاخذ لك فت سامبل من هاي المجله، بحث منشور بالمجله، وتاخذ اسم الباحث و تشيكه، هل هو هذا البحث نازل في صفحه الباحث؟ لان كثير من المجلات تنشر بها سكوباس بس ما تنزل في صفحتك. ليش؟ لان عندها مشاكل، يجوز عليها تحقيق كثير، عليها انفستيجيشن من قبل إدارة سكوباس. فيجب أنه من تختار المجلة أول باراميتر تشيكه هل هي بحوثها من تنشر مباشرة تنزل أو ورا فترة تنزل. له أكون مجلات كلاريفيت وسكوباس كيوان وما ينزل بحثك بسكوباس لأن عندها مشاكل، تنشر أوبن أكسس مقابل ثمن، فبعض هذه المجلات ما تدخل في صفحة الباحث. كيف يعني الآن إن شاء الله يعني نعرف احنا بسكوبس اخواني، انا راح اتكلم فقط على مسألتين، على سكوبس وعلى كلاريفيت حتى لا ناخذ من يعني من الوقت كثير. احنا عندنا صفحتين بسكوبس، عندنا سيماغو جارنال اللي شفناها قبل شوية من تكلمنا على المجلات العراقية، وعندنا السكوبس ريفيو ويب سايت اللي احنا نقدر نسوي بها صفحات نحن كباحثين ونقدر نشيك ايضا. فاذا انا اريد اشيك الان مثلا المجله، شلون اشيك انا؟ انا يا اما اشيك على اسم المجله، الان مثلا اذا انا عندي اسم المجله كانت تكون مثلا هذه المجله، هذه مجله يعني اندونيسيه سابقا انا مشيكها. هذه مو سكوبس بس مثلا اختار مجله احنا مشيكينها مثلا سنسرز على سبيل المثال. انا ما اعرف بس اسم المجله، ما اعرف الاي اس اس ان مالتها. راح نشوف انه تظهر لي كل كلمه بيها سنسرز، وهذه يعني مو صحيح. لكن إذا أنا مثلا الآن أختار هذه سنسرز أند ماتيريالز، هذه إذا أنا المجلة عندي الآي اس اس ان مالتها راح تكفيني هاي المسألة. الآي اس اس ان اللي هو تعرفت عليه بمحاضرة أمس هو يعني هوية
الاي دي مال المجله، مثل ما انت عندك اي دي بهويه الاحوال الشخصيه، المجله ايضا عندها هذا الاي دي. فانا من عندي هذا الاي دي واجي اخليه هنا تظهر لي المجله مباشره، وبهذه هنا تظهر لي صفحه المجله. لكن اخواني هذا هنا ينطيك فقط الاتش اندكس، هذا هنا ينطيك فقط الاتش اندكس مالت المجله. السايت سكور اللي ينطي هو المحسوب مال الاس جي ار، لكن احنا اللي نحتاجه هو السايت سكور. واكيد يعني امس يعني يتكلم عليها اخونا دكتور عزيز، لكن كعجاله حتى ناخذ الويب سايت الثاني. الويب سايت الثاني اخواني اللي هو السنسر ريفيو، هذا اللي احنا نقدر نسوي به صفحاتنا احنا كباحثين. الان مثلا هذه يعني صفحتي ب سكوبس، وبالامكان اخذ هذا السورس. هذا السورس اخواني حتى انا اختارت مجله مثلا عن طريق صديق، او بحثت بالويب سايت وتعرفت على مجله واخذت الاي اس اس ان مالته واريد اشيكها هل هذه المجله مضبوطه اني حتى اختارها. ناخذ هذه اللي انا اقدر ابحث، هي هذه بها امكانيات تبحث بالتايتل او بالموضوع او على الببلشر او على اي اس اس ان، لكن اضبطهم انه انت تعتمد على الاي اس اس ان. ف الان هذه سنسرز اند ماتيريالز اللي اخترناها قبل شويه، راح نشوف انه تنطيني فقط ايش؟ وان ريزلت. هذه سنسرز اند ماتيريال، هذه اخواني كليك عليها هنا تودينا على الداتا بيز مالت المجله اللي بيها شنو هو؟ بيها اهم شغلات، بيها السايت سكور مالت المجله، وبيها الاس جي ار اللي يظهر بالويب سايت الاولى اللي هو 0.255 اذا لاحظتوه، والاس ان اي بي، ويظهر لك المونثلي، لان الان سكوبس انطتنا امكانيه انه تشيك مونثلي. هذا شوف هنا اللي تلاحظونه ابديتد مونثلي، مشيك الى حد 5 ماي 2021، السايت سكور مالتها 1.1، ويعطيك ايضا التسلسل مالتها، لان هو شنو التوبكس مالتها؟ مثلا هذه المجله التوبكس مالتها ماتيريال ساينس وفيزيكس اند استرونومي، هي 336 من 455، يعني ال 455 اخواني اذا نقسمها تقسيم اربعه فهي تقريبا 112.5. ال 112 ال 455 ناقص ال 336 هي 109. اذا هي ضمن الكيو 1 بالجنرال ماتيريال ساينس، وهي ايضا كيو 1 بالنسبه للفيزيكس اند استرونومي. هذه بتعريفات الكوارترز مالت المجله. فاني من اريد اشيك المجله سكوبس اخواني اجي اشيكها بهذه هنا، مو اشيك بالويب سايت الاولى اللي هي السيماغو. هذه تنطيك انديكيشن اولي انه هي مثلا كيو 1 اذا هذه معتمده، كيو 2 هي معتمده، لكن انت من تجي كيو 4 لازم تجي تشيكها هنا، لان احتمال هذه الكيو 4 طالعه او بعد لها اشهر طالعه. وبالامكان انه تسوي ايميل لسكوبس حتى تتاكد من موثوقيه المجله ويجاوبوك اذا هي كان بها فد اشكاليه معينه. الان اخواني بعد ما تعرفنا شوف هذا الكتاب اللي تكلمت لكم عنه اللي صدر من الوزاره، انه يجب ان يكون البحث مفهرس بالويب سايت مالتك حتى يعتمد بالترقيه العلميه. الان كلاريفيت كيف نشيكها اخواني؟ كلاريفيت اخواني احنا عندنا بصراحه كجامعات مشكله بها. ليش؟
لانه احنا الويب سايت هذا اللي لانا امام حضراتكم الويب اوف ساينس اللي هو سابقا هو كان الاي اس اي عن طريق ثومسون رويترز هذا الويب سايت هو مفري. فعندنا فقط امكانيه انه نشيك هل هي كلاريفيت ام لا عن طريق هذا الويب سايت، لكن ما عندنا امكانيه انه نشوف الريبورت مالت المجله الا اذا كان عندنا اكسس من الجامعه مالتنا. نشوف انه هذا الان بالامكان انه عن طريق هذا الويب سايت اخواني هذا تشيك انت هل هي المجله كلاريفيت ام لا. طبعا ينطيك ايضا الاي اس اس ان مالتها، بالامكان ايضا تشيك عن طريقه عن طريق الاي اس اس ان هل هي كلاريفيت ام لا، لكن ايش قد الامباكت فاكتور مالتها، كم عدد تصدر، الريبورت ما موجود. لكن لو كان عندنا اكسس من الجامعات مثل ما يعني كان سابقا، بعد شوية أشوفكم يعني شنو الأكسس من الجامعة، هذا الجورنال سايتيشن ريبورت اللي هو ينزل سنويا يحدث كل سنتين عند الويب اوف ساينس، لأنه الامباكت فاكتور يحسب لسنتين والسايت سكور يحسب لثلاث سنوات، ونشوف أنه هو يفصل ب الاس سي اي ام الاس سي اس اي اكستندد ام الاس اس سي اي وهكذا. نشوف هذا الريبورت اي واحد عنده الاكسس اللي تكلمنا عنه بالامكان ينزل هذا الريبورت سنويا. هذا الريبورت ايش يعطيك؟ يعطيك اسم المجله وايش قد التوتال سايت مالته وايش قد الامباكت فاكتور مالته اللي احنا نريده، وايضا ينطيك الايجن امباكت فاكتور مالته اللي يعني يحسب لي خمس سنوات مثل ما تكلمنا بالمحاضرة السابقة. هذا الريبورت بالإمكان أي صديق عندك وعنده هذا الأكسس ينزله ويكون بي دي أف، هذا موجود عندي إن شاء الله يعني أنزله على الجروب مالتكم حتى الكل تستفاد بهذا لكل التخصصات، كل المجلات اللي هي ضمن كلاريفيت. الآن أيضا يعني عام 2020 نزل التحديث مالته، حقيقة ما يعني موجود عندي بس ما ضمنته بالسلايدات. هذا الأكسس اللي تكلمنا عنه، هذا الآن مثلا أنا يعني عندي أكسس من اليو كي أم لأن أيضا عندي إشراف معهم، فعندي أكسس. إذا عندك أكسس يعني كيف تكون عندك الإمكانية؟ شوف بالإمكان أنه تنزل ريفرنس من هذا الأكسس، وبالإمكان أيضا تروح تنزل أي مجلة عنها ريبورت كامل، أو تنزل الـ ISI Web of Knowledge، سابقا كان ISI بعدين صار كلاريفيت وهكذا، وأيضا تدخل على أي مجلة وتنزل الريبورت مالتها. بيش يفيدك الريبورت مالتها؟ تشوف إيش قد عندك نسبة رفض بهذه المجلة، إيش قد أعداد هذه المجلة، شنو هو التوبكس مالتها، وهذه التوبكس مثلا انا اريد انشر بالكنترول سيستم وعندي انتليجنت كنترول سيستم، عندي كلاسيكال، عندي الروبوتيك، عندي غيره، اشوف كل توبكس ايش قد موقعها. انا مثلا كبوست جراجويت عندي شرط انه انشر بكلاريفيت كيو 1، فاستبعد من حساباتي الكيو 2 وغيرها. هذا الويب سايت يعطيك هيك امكانيه. شوف اخواني بالمجله الوحده شوف ايش يعطيك، هاي البيانات كلها، بعدها راح يعطيك ريبورت مفصل عن يعني كل مجله فول ديسكريبشن ل المجله. طبعا هذا الفيديو اللي امام حضراتكم هو مسجل بال 2015، نشوف انه يعطيك على كل مجله البيانات مالتها ريبورت كامل. هذه الجورنال رانكينج راح يكون بيها ايش قد الامباكت فاكتور، ايش قد
هي على يا كلاس وغيرها، يعني بيانات كثيرة. هذه أهم التولز اللي ممكن احنا نستخدمها كباحثين في اختيار المجلات لأهم مستوعبين، اللي هم مستوعب سكوبس ومستوعب كلاريفيت. الآن أخواني نتكلم على، الآن أنا اختارت مجلة، كان عندي بحث، شيكت اللانجوج إديتينج مالته، شيكت البلاجارزم واختارت مجلة، والآن عملت سبمت. قبل لا أعمل سبمت أخواني لازم أعمل قالب للمجلة، لأن أغلب المجلات تطلب من عندك أنه أنت من تسوي سبمت تسويه بناء على التابلت مالت المجلة، الفورم مال المجلة اللي تنشر بها. بعض المجلات يقول لك بعد الأكسبتنس، أنت أرسل البحث مالتك بأي فورم تريده، بعد ما يقبل البحث مالتك يلا تعمل الفورم مالتها. الفورم مال المجلة شنو اللي بيها أخواني؟ الآن هذا اللي أمام حضراتكم هي فورم مال مجلة الهندسة والعلوم لجامعة تكريت، أو عفوا لجامعة الأنبار. أنا إديتر على الهندسة الكهربائية بهذه المجلة. مجلتنا شنو اللي بيها؟ يعني هذا القالب مستخدم في كثير من المجلات، يكون باسم المجلة بالأعلى بالصفحة الأولى، أيضا بالويب سايت مالتها، اسم الباحث، اسم البحث التايتل مالته عفوا، واسم الباحثين ومعلوماتهم الافليشن مالتهم، والبيبر انفورميشن الهيستوري، ايش وقت كان السب الريسيفنج، ايش وقت الاكسبتنس، ايش وقت الببلشنج، الابستراكت والكيورد. هذا النصف الاول من الفيرست بيج. النصف الثاني راح يكون يبدا بالانترودكشن، طبعا هي تو كولوم فقط، الابستراكت يكون مو وان كولوم، يبدا من الانترودكشن هو يعني تو كولوم، طبعا يحدد بها السايز والفونت للمين تايتل والسب تايتل والتكست والتيبل والفيجرز واسلوب كتابه الريفرنس، كان يكون على الاي تربل اي فورم ام على الاي تي اي ام على شانغهاي ام على غيره. وايضا يكتب بالصفحه الثانيه اسم الاثرز والمجله والفيرست بيج واللاست بيج للبحث مالتك. هذه يعني التابلت مال مجله الانبار للعلوم والهندسه، هذه الاي اي تي اني ريفيور بها. هذه الاي اي تي هي سابقا قديما اسمها الاي دبل اي، كان عندنا اي دبل اي واي تربل اي. الاي دبل اي حتى لا يظل كونفيوزنج مع الاي تربل اي اصبح اسمها الاي اي تي، عندها كثير من المجلات حوالي 12 مجله كلها كلاريفيت كيو 1. الاي اي تي عندها فورم بهالشكل هذا، انه يكون بالاعلى هو الان هذه المجله هي مال كنترول ثيوري اند ابلكيشنز، اسم المجله وايضا دار النشر مالتها مال الاي اي تي واسم البحث والدي اي او مالت البحث، واكيد امس تعرفتوا عليه، واسم الباحثين والافليشن مالتهم والابستراكت، وبعدها ايضا هي تو كولوم بالاسفل هي الهدر مالت عنوان المجله ويا سنه الان دا تنشر، وبالاسفل هي هذه مثلا هنا للريفيو فورم، من تحصل على الاكسبتنس تروح هذه هنا لا اي تي ريفيو كوبي اونلي، ويبقى هنا اسم البحث والصفحة مالته. هذه مجلة بال MDBI للسنسرز، هذه الفورم مالته بهالشكل. طبعا يعني كل مجلة، هذه الببلشر السفير وسبرينجر، و تكون بهالشكل هذا، يخلون الدي او اي بالهدر وايضا اسم المجلة وتاريخ صدورها
والفوليوم مالتها. بعد ما اعمل التابلت مالت البحث مالتي، الان اسوي سبمت للمجله. من اسوي سبمت للمجله نريد ناخذ فد انديكيشن ايش راح يصير، شنو الخطوات اللي تجري على البحث مالتي. نشوف انه انا اسوي سبمت وتعطيني كل المجلات امكانيه مراقبه البحث مالتي، فنشوف انه هو يكون مثلا بالسفير وسبرينجر يكون مثلا مع يكتب لك هو اندر اديتر او ان تشيف اديتر او وذ تشيف اديتر، بعدها وذ اديتر، بعدها اندر ريفيو، بعدها يكون اكو قرار مثلا ريجكت او اكسبتنس، او بعض المجلات مثلا يخليه بالارشيف، لان هذه مثلا اكو هواي مجلات الان تنطيك اكسبتنس وتدفع الببلش في وتبدي تنتظر مثلا 8 اشهر 9 اشهر. لا تستغربون، عندي بحث وايضا لباحثين اخرين من جامعه الانبار، كان مؤتمر عندنا بال 2019، بعض البحوث صار لها سلكتد من الدايركت ساينس وهي مجله يعني موثوقه ومستوعب سكوبس وكيو 2. فحقيقه احنا فرحنا، يعني كان من مجموع البحوث مال المؤتمر 183 بحث، السلكتد كان 24 بحث من هذه المجله. بعد ما دفعت الجامعه الاجور وتمت عمليه الاتفاق على النشر وطن اكسبتنس، تفاجئنا انه النشر راح يتم عام 2023، يعني بعد 4 سنوات. يعني هذه المجله عندها اعداد مكدسه لهذا التاريخ. فبعض الباحثين سحبوا البحوث مالتهم، وبعض الباحثين الان استخدموها بالترقيه اعتمادا على الاكسبتنس الموجود. فانت من نرجع على نقطه السلكتد مالت المجله، يجب انه تشوف هذه المجله ايش وقت تنشر بحثك. الان اكو يعني بعض المجلات الاندونيسيه كثير من الباحثين نشروا بها، تبقى 9 اشهر سنه 8 اشهر على ما يطلع البحث مالتك اونلاين. هذه اكو فد فلو شارت لها، هذه الخطوات اللي قلنا عليها. اول ما تكون البحث مالتك سبمت، راح هذا السبمت يقيم من قبل الاديتر ان تشيف، هل هو صالح للنشر؟ يشيك بلغه، يشيك الفورم مالت البيبر، هل انت ماخذ بالبحث مالتك السيكونس الطبيعي، انه انت خال ابستراكت، خال كيورد، خال انترودكشن، خال بروبلم ستيتمنت، خال ميثودولوجي، خال ريزلت كذا. لان غالبا الاديتر ان تشيف هو مو مطلع على كل تخصصاته، هو راح يكون عنده تخصص في يعني فالتوبكس من التوبكس الموجوده بالمجله. وين راح يحولها؟ راح يحولها الى الاديتر. الاديتر راح يكون مسؤول ايضا يلقي نظره عامه عن البحث مالتك، ممكن يكون بهاي المرحله ريجكت. اول ما بدينا ننشر بالاي اس اي، يعني كان مثلا تسوي سبمت لعشر مجلات ويجيك من 9 من 8 ريجكت، منين؟ مباشره بعد مثلا 24 ساعه او مرات ورا 6 ساعات، مجرد ما تصل للاديتر للتشيف اديتر يرفضها، كان يكون خلل بالستراكشر او غيره او غيره. بعد ما تروح للاديتر راح والبحث مالتك بفورم مقبول، راح يكون يبعث الى الريفيور. طبعا عدد الريفيور يختلف من مجله الى اخرى، اكو مجلات 2 ريفيور، اكو 3. اليوجوالي الشائع هو يكون 3 ريفيورز، بعضها 5 ريفيورز بعض المجلات. هذه الريفيور راح يرجعون نوتس الى وراح تكون هي اندر ريفيو، راح تكون عند الاديتر. الاديتر راح يرجع لك الباحث انت ملاحظات الباحثين اللي راح نتكلم عليها شلون ترد عليها وكذا، والفورمز الموجوده. بعدها بعد ما طبعا اكو حسب الريفيور المعتمده، اسلوب الريفيور بالمجله، كان يكون هو
ماينر كوركشن ميجر كوركشن. الميجر كوركشن ممكن يرجع الى الريفيور وممكن ما يرجع للريفيور، ممكن يكتفي الاديتر بالديسيشن مالته، و ممكن يكون ريجكت، ممكن يكون اكسبتنس. طبعا بعض الـ 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 المجلات الريفيور مالتها الريفيور فورم يعني قاسي جدا، تسألك عن كل فقرة من الفقرات وتريد من عندك ملاحظات عن كل نقطة من النقاط بالبحث مالتك، تريد عن الابستراكت النوتس، تريد عن الانترودكشن، تريد عن الميثودولوجي، تريد عن الريزلت، تريد عن الكونكلوجن، تريد عن الريفرنس، وهكذا. حقيقة أنا ريفيور في كثير من المجلات، من الريفيور اللي تعب هي مثلا الفورم مال مجلة تكريت للعلوم والهندسة اللي مدير التحرير مالته دكتور عزيز، لأن كثير الأسئلة يعني تتعب. بعض المجلات بألسفير وسبرنجر تكون أقل حدة الريفيور ستيبس، وترجع لك الريفيور أيضا ويريد من عندك كل نوتس، هل أنه الباحث قيمها يعني كملها لو لا، تنطي تك على أنه هي done or not. بعد ما تكمل هذه الملاحظات المقيمين ترجع إلى الإديتر ويصير الديسيشن، أيضا ممكن يكون reject، ممكن يكون acceptance. بعدها تروح إلى الإديتر إن شيف، ترجع إلى النقطة الأولى وتروح إلى البابلشينج أو بروسس اللي تكلمنا عليها. بعضها تختلف بالفورمز، يكون أقل التعقيد مباشرة، الإديتر ما له علاقة، ما يتحكم بأي ولا ينطي ديسيشن مباشرة على الأساين إديتر، و تبدي ايضا مراحل البرايمري ريفيو. واكو مجلات يعني بالام دي بي اي تقبل البحث من الاديتر مباشره بدون ما يوديها ريفيور اذا يعني اقتنع ببحثك. احنا ما عندنا حسب علمي بالعراق ما عندنا هيك صلاحيه للاديتر انه يقبل يعني مباشره، لازم تروح ريفيور. بعض المجلات في سبرينجر بالسفير يقبل مباشره الاديتر، الاساين اديتر مو الاديتر ان تشيف. طبعا هذه يعني سلاح ذو حدين. طبعا الاديتر الريفيور بروسيس هي بها 3 كاتيجوري، هي اول بلاند. اول بلاند يعني لا اني اعرف البحث اللي راح يجيني اسمه، ويسمونها دول بلان، ولا الباحث يعرف الريفيور. سنجل بلان انه اني اعرف البحث، يجيني البحث كامل هو واسماء الباحثين والابليشن مالتهم وكامل معلوماتهم، هذا سنجل بلان. و اوبن انه انا اعرف الباحث والباحث ايضا يعرفني، هذا حسب الاندبندنت والديبندنت مالت الريفيور بالنسبة للمجلات. بعض المجلات تأخذ على عاتقها التصحيح اللغوي للبحث، ليش؟ حفاظا على السايتيشن أو حفاظا على الكواليتي مال النشر مالتها، هي ما تريد يصير عندها خلل باللغة بالنشر، لأن اللغة مفصل مهم من مفاصل النشر. لذلك تشوف انه حتى تفرض على الباحثين اكسترا في بسبب الايديتنج مالت اللغه وتعطيك ملاحظات. وبعض المجلات تاخذ ايضا على عاتقها التابلت مالتها، التابلت هي تسوي الفورم مالتها، لانه ما تريد يطلع بحث مختلف عن بحث وغير متشابهه، فتكون حرصا من عندها على الإديتر باللانجوج وعلى شكل البحث بالفورم مالته. الآن إذا أنا جتني ريفيور نوتس، كيف يعني أقيمها؟ أخواني الأعزاء، طبعا هذه المسألة تخضع لعدة أمور، أهمها وأقواها
هي البيرسوناليتي مالتك. ابدا لا يعني يستثيرك اي رد من المقيم. المقيم خصوصا اذا كانت المجلات هي يعني دبل بلان، يعني هو ما يعرفك وانت ما تعرفه، ماكو موقف. فهو ده ينطي يعبر عن وجهة نظره ببحثك. فمن طبعا الاسلوب اللي راح اعرضه هو يعني افضل اسلوب بالرد على المقيمين، اللي هو شنو هو؟ انه اني اخلي قبل البحث اخلي التقييمات واجاوب على واحد واحد من النوتس هذه، اخلي النوتس واذا اريد اتعب عليها اخليها بلون معين مثلا الاحمر وتحتها الاجابه مالتي، وبعدها انطي الفول بيبر كامله بالاجابه. طبعا هذه مثلا لان هذا بحث للاي اي تي للسيجنال بروسيسنج، انا مقيمه وجتني النوتس مالت بعد ما يعني طيت الريفيور، شوف شلون اجاب الباحث. اول مره اجاب على الاديتر كومنتس، لانه الاديتر كومنتس ايضا عنده يعني الاديتر ايضا عنده كومنتس على البحث. ف اول مره انطى فد يعني كلام فد مقدمه، شكر الاديتر وشكر المقيمين، وبدأ سؤال سؤال يقيمه يجاوب عليه، وأيضا للريفيور 1 وللريفيور 2 وهكذا، بعدها ينطي البحث كامل النوتس. الآن اكتمل عندنا جاوبت الباحثين والنشر قبل النشر والنشر بحثي، هل بعد ما اكتمل البحث مالتي أنا هاي أوكي يعني انتهى دوري مع البحث مالتي؟ لا أخواني، أنا دا أعرض الآن فقط ويب سايت واحد مهم لكل باحث، اللي هو يعني الأوركيد، اللي هو الأوبن ريسيرش أند كونتريبيوتر ايدنتيفاير للباحث، اللي أخذوا مختصر من حرف أول حرف من الكلمات وسووا هذا الأبريفيشن اللي هو الأوركيد. أخواني هذا يجب أنه يكون عند كل واحد من عندكم، والويب سايت مالته أخواني بيها فاصلتي جدا بديعة. إذا نجي نشوفها الآن، هذه الأمام حضراتكم هو الويب سايت الخاص بصفحتي بالأوركيد، نشوف أنه شون يعني يتم استثمارها. أخواني هذه الصفحة بالإمكان أنه تربط كل صفحاتك، بالإمكان تربط صفحتك مالت الجامعة، بإمكانك تربط صفحتك مالت السكوبس مالت الريسيرش جيتس، عندك نشاطات أخرى، قناة يوتيوب، فيسبوك، أي شيء. هذني كل إخواني يجب أنه يتضمن بحثك. بحثك راح ينزل مثلا أنت نشرته بسكوبس، إذا تخليه هنا أنا مباشرة يكون لينك ويا سكوبس. نشوف أنه مثلا الآن هذه الصفحة أنا مخلي بيها مثلاً هنا هذه البيج مالت الويب سايت مالت اليونيفرسيتي مالتي مالت جامعة الأنبار. نشوف أنه أيضاً أنا بجامعة الأنبار إحنا بالصفحة مالتنا شو مخلين؟ مخلين سكوبس وجوجل سكولر وريسيرش جيتس والأوركيد والبابلون والفيسبوك. هذه إخواني من يكون البحث مالتك بكل هذه الصفحات راح يكون عليه سايتيشن اللي هو امشي. مخلي ايضا به قناه اليوتيوب، انا عندي قناه يوتيوب مع طلابي ومع غير بحوث مؤتمر او غيرها او غيرها، ايضا رابطها مع الاوركيد، ايضا الريسيرش جيتس مالتي الويب سايت ايضا رابطها. هذه كلها امكانيات انه مع يعني اوركيد هو يوفرها. هذا الريسيرش جيتس عفوا هذا نعم هذا الريسيرش جيت رابط معها ايضا الجوجل سكولر، هذا الجوجل سكولر، هذا الجوجل سكولر مالتي، وايضا رابط سكوبس، هذا الاي دي مال سكوبس مال بابلون، هذا هو سكوبس هذه صفحة سكوبس، وايضا صفحه البابلون.
فأخواني أنت مجرد ما يكون عندك هذا الحساب بحثك بعد ما ينشر ممكن يكون إلى سايتيشن وهو هدف يعني كل واحد بيه. من أنت يعني تشتغل بهذه الآلية أخواني يعني يعني بإذن الله يكون للمحتوى البحث مالتك فد سايتيشن مقبول إن شاء الله. أنا أشكر حسن استماعكم وآسف جدا على الإطالة، بس حبيت أعطي أكبر قدر من المعلومات لحضراتكم. والآن أحب أستمع لأسئلتكم أما عن طريق الرايزنج هاند أو عن طريق الشات أخواني الأعزاء. نعم أخواني، يعني إن شاء الله هذه المحاضرة مسجلة وتبعث لكم إن شاء الله بإذن الله تعالى. نعم، الإعادة راح نعيد كيفية حساب الأرباع مالت الكلاريفيت أو الإسكوبس. أخواني إحنا مثلاً 50 والتوتال مالت التوبكس هو مثلاً 60، فإحنا 60 هذه نقسمها إلى 4 فتصير 15 الأولى هي الربع الأول، ومن 30 إلى 60 هي من 30 عفواً إلى 45 هي الربع الثاني اللي هي Q2، ومن ال 15 إلى ال 30 هو الربع الثالث، ومن الواحد إلى ال 15 هو الربع الرابع. فإذا الآن أني أخذ فد مجلة نأخذ لها مثلا الآن هذه المجلة أخواني، هذه أخواني 101 مثلا، هذه الفيزيكس أند أسترونومي هي 101 من 128، إذن هي Q1. ليش؟ لأن الـ 28 عفوا ال 128 اذا قسمها تقسيم 4 راح تكون 25 و7 32، فالمجلات من 96 الى 128 هي Q1، وانزل من ال 96 انزل ايضا 32، يعني الى من ال 62 الى ال 98 هي Q2 وهكذا. هذا ما يخص الأرباع بسكوبس أو بكلاريفيت، هو الأمر سيان أنه نقسم التوبكس إلى هذه الأقسام. نعم، دكتور عزيز يسأل إيش بيها مجلتنا. دكتور أنا قيمت لكم حوالي 4 بحوث، تعبت على ما أقيمها، الفورم كلش طويلة طبعا، وأنا كل ما أقيم بحث أكتب بالملاحظات، لأن أنتم خلين ملاحظات أكتب أنه الفورم جدا طويلة، رحمونا خلوها شوية أسئلة مختصرة، وخلي النوتس. أنا أقترح على حضرتك أنه تخلي النوتس عامة، أنا أنطي نوتس عن كل البحث، أنطي نوتس عن الانترودكشن، عن الابستراكت، عن الميثودولوجي، عن كلها. وبالإمكان بدل النوتس تخلي ليفل من الواحد إلى الخمسة مثلا، رأيك بالابستراكت، رأيك بالانترودكشن، رأيك بالكيورد، ممكن تسأل عن كل فقرات البحث وتأخذ درجات، والنوتس تخليها على كلها. نبدأ عن آلية الامتحان. الامتحان هو أونلاين، أسئلة مالتي تشويس. أنا سابقاً اجتزت الليفل الأول والليفل الثاني، هو كان بهالأسلوب هذا، ويكون هو بمحاولتين، محاولة أولى ومحاولة ثانية. إن شاء الله الدكتورة زينة بإذن الله عز وجل أختي المحاضرة مسجلة وتبعث إن شاء الله بإذنه تعالى.
وإيدك أختي دكتورة وئام، يا مرحبا. أيضا إن شاء الله ترفع على الجروب بإذن الله عز وجل أخي دكتور عبد الحليم. نعم أكو ملحوظة عن سكوبس وعن السايتيشن من الأخ عباس هادي أتصور. طبعا أخي تعرف احنا نفس البشرية أخواني مجبولة على المعصية مو على الطاعة، وأيضا مجبولة على التلاعب وعلى العبور على القوانين وغيرها، بس يعني مع الأسف هذه مو من الأثتك مالت الباحثين، ويعني جنبنا الله وإياكم هذا الخلق إن شاء الله، وما يكون عندنا ولا عد السامعين بإذن الله عز وجل. إنه أنا يعني أسعى إلى باحثين معينين وأقول له مثلا أنت سوي لي سايتيشن وأنا أسوي سايتيشن لبحوثك وغيرها، ويعني لكن إذا أنا بحوثي وأنا انترستد مع صديقي هو نفس التخصص، ممكن أنطي نسخ من البحوث مالتي قد يكون يستفاد من عدها وينزل من عدها ويستفاد بالبحث مالته، هذا أمر مشروع وأمر من الطرق الترويج المشروعة. أنه أنا مثلا الآن عندي مثلا كذا صديق بالقسم أو بالجامعات الأخرى ومسوي معهم جروب على الواتساب أو على الفيس وخلي بحوثي نازلة، حتى لو أنا ناشر بمجلة هي يعني مو أبن أكسس، وأنا أخلي بحوثي أو أخليها على الريسيرش جيتس ويستفادون منها الباحثين. هذه طرق مشروعة، لكن الأمر اللي يتكلم عليه الأخ عباس هو موجود مع الأسف، ونسأل الله عز وجل يعني يجنبنا وإياكم. نعم، كيف نمنع خزن البحث في البلاجارزم؟ أخي العزيز مثل ما شوفت لكم بالسيتنج، أكو السيتنج نو بريدكتري وبريدكتري. إذا أنت ما مخلي نو بريدكتري فهذا يخزن، وحقيقة أنا بداية الاستخدام أنا صارت معي، ومرات السيتنج يختلف من جامعة ملايا ولا أرجع أضبطه، فأكو فترات أنا ما أشيك مثلا وتعلق عندي بعض البحوث، ممكن بعضها يعني يلغيها الانستراكتور، ومنها حتى الانستراكتور ما يلغيها لأنه تنخزن 3 أشهر، ومنها تنخزن دائمية ما نقدر. فدا أنت دائما إذا أنت ستيودنس تشيك مع الانستراكتور حتى يكون هذا الانستراكشن دائما مفعل وما يخزن. أيضا دكتور أحمد يسأل هل القالب الذي يتم نقل فيه البحث يرسل إلى الباحث بعد قبول؟ أكو مجلات أخي دكتور أحمد مثلا السفير، أغلب المجلات تجنب الباحثين أنه تخليها بالتاملت مالتها بداية الأمر، لأن يعني نسبة الرفض عالية، فبعد ما يقبل، لأنه مثلا نسبة القبول 23%، يعني من كل 10 بحوث تقبل أقل من 3 بحوث، فإلا تقبل البحث، بعد ما تقبل هو يرسل لك بإيميل القبول، يرسل لك التابلت مالته، أو هو موجود على الويب سايت اللي أنت راح تكون مشترك به أثناء السبمت مالتك. وبعضها لا، يعني مثلا المجلات هاي سكوبس وغيرها هي موجودة التابلت بال الويب سايت مالتها. طبعا من خلال الموقع سكوبس انت بالامكان تروح الى الهوم بيج مالت المجله وتشيكها يعني دائما. الان يعني مثلا اي مجله هي بس يعني بسكوبس وانت تريد تشيك بعد ما تكملها، يعني مثلا الان هذه المجله إذا هي كانت سكوبس خلنا نشيكها، هذه مثلا هي الآن سكوبس، هذه تشوف أنه يعني واحدة من الطرق اللي أيضا نشيك بها هل أنه هذه المجلة يعني هي ما عندها مشاكل ويا سكوبس، تلقي هنا بالإنفورميشن الهوم بيج مالتها مال المجلة، فمباشرة كليك عليها توديك إلى الهوم بيج مالتها. ومرات أكو مجلات هي عندها دوبليكيتد فما تخلي هنا هذا اللينك معها، ف من خلال التشيك البسكوبس انت تلقى الهوم بيج، تروح تلقى التابلت مالتها موجود ضمن الويب سايت مالت المجلة. يعني عذرا ان شوية النت ضعيف، ف
هذه الآن يعني تفتح. أيضا هل يمكن مشاركة نسخة البحث بروف كوبي؟ كيف يعني مشاركة؟ يعني عذرا الدكتور محمد عباس، يعني شنو، هل يمكن مشاركة نسخة البحث بروف كوبي؟ إذا تقصد مشاركة مثلا تنزلها على ريسيرش جيتس، يعني هذا أمر مو صحيح لأنه ما منشور، يعني وصارت مع باحثين أنه يعني هو ينزل مثلا ريبورت بمادة علمية على ريسيرش جيتس مثلا ويرجع يسويها بيبر ويلقى غيره ماخذها، لأن هذا راح يكون واحد من الريفرنس. طبعا إذا شاير لها وحاط اللينك مالتك، أنت ما يمكن يعني تقاضي أو ما يمكن أنه ترسل لمجلة معينة أنه هذا البحث مسروق أو كذا أو كذا. فإذا يعني أنا فهمت سؤالك صح، أنه المقصود ب هل يمكن مشاركة نسخة البحث بروف كوبي؟ أيضا الأخت الإيمان المغربي يرجى الأخذ بعين الاعتبار أن بعضنا ضعيف باللغة الإنجليزية. نعم، حقيقة أنا ما استخدمت كثيرا اللغة الإنجليزية، لا ما عدا أنه التيرمات يعني مرات يعني لازم نقولها باللغة الإنجليزية، وإن شاء الله تأخذ بنظر الاعتبار ملاحظتك أختي دكتورة إيمان بالمرات القادمة. هل يمكن أن ينسب كاتب الورقة أحد المحكمين الذين يعرفهم من هم أعلام بالتخصص موضوع الورقة البحثية لتحكيم ورقة؟ طبعا أكو أخي العزيز بعض المجلات مثل السفير أو سبرينجر هي تقول لك اقترح لي 5 ريفيور أو 3 ريفيور وتخليها يعني شرط من شروط السبمت. بعضها تأخذ، يعني بعض المجلات تكتب فد مقيم ويبعثوا له وبعضهم لا، يعني مجلات رصينة كلاريفيت Q1 أو Q2 وتبعث، وبعضهم لا ما تبعث البحث مالتك، يعني كانت مثلا تكتبهم من جامعتك أو كذا، فما يكونون يعني يعني ديبندنت للمجلة. أي بالإمكان أخي دكتور عباس المايك، يعني الآن نشوف الملاحظات ونفتح المايك بإذن الله عز وجل. طبعا إذا البحث منشور فبالإمكان أنه تنشر شارك البروف مالته، يعني لا شك فيه. الامتحان يكون باللغة الإنجليزية مو باللغة العربية، وبالإمكان إذا كانت أكو مشاكل بالإمكان أنه يعني هذه الأمر يم حقيقة يم أخونا الدكتور عزيز أنه يترجم هذه، وأصور هو بالدورات اللي عملت لاحقا هو يترجم السؤال عربي وإنجليزي. نعم، يعني يكون سؤال بالإنجليزي وتحت الترجمة بالعربي. حقيقة صعب المادة أنه تقدم باللغة العربية، لا بعض الأمور اللي نكتبها بدينا، لكن إن شاء الله بالمحاضرات القادمة ممكن نعرب كثير من السلايدات إن شاء الله. الصوت ما بي مشكلة، الصوت إحنا غالقيه حتى ما يأثر على، لأنه بالمحاضرات بنفتح المايكات، الآن راح نفتح المايكات إخواني، أرجو أنه تغلقون المايك، فقط اللي يريد يسأل يعني ويعني حبذا أنه يتكلم حتى ما يكون يعني ديستورشن. All participants are unmuted. أرجو إخوانكم أن تغلقون المايكات. الآن عددكم فقط 67. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور. إخواني أرجو من حضراتكم تغلقون المايكات حتى ما نضطر نغلقها على الجميع. إخواني الأعزاء أرجو من حضراتكم تغلقون المايكات. إخواني الأعزاء أرجو من حضراتكم تغلقون المايكات.
يعني حول أقل عدد مثلا، لا معنا يعني أخذ دكتور إيمان أو دكتور موسى. All participants are muted and they can unmute themselves. اضطرنا إلى غلق المايكات لأنه ديستورشن عالي إخواني. أرجو من حضراتكم تغلقون المايكات ويعني يبدي واحد واحد، يعني مثلا الآن خلنا نقول يعني يتكلم بالبداية مثلا أختنا دكتورة إيمان أو دكتور موسى أو دكتور عمر اللي يعني حاولوا يتكلمون، وراح نفتح المايكات مرة ثانية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا دكتور. عفوا دكتور، أنا طالب دكتورة وليس دكتور. بيك البركة وإن شاء الله دكتورة بامتياز إن شاء الله يا رب. الله يبارك فيك دكتور. دكتور حقيقة يعني أنا زوجتي كذلك طالبة دكتورة. ما شاء الله. دزت بحث. ما شاء الله. الـIEEE أكسس. نعم. يعني ريفيور اثنين، فواحد من الريفيور انه نصح وقال انه سووا هاي التعديلات وسووا له يعني ريسبمشن. نعم. واحد قال لا انه لا تسوي له ريسبمشن، يعني بهاي الحاله انه تنصحنا يعني انه نعدل وننتزع عليهم لو افضل انه مثلا نشوف غير متر. هو الاديتر شنطاك انطاك ميجر ريفيجن، يعني الإديتر مال الريفيور اوكي، بس هو الفاينل ديسيشن مالتهم هو ميجر كوركشن مثلا ماينر كوركشن؟ والله صراحة دكتور يعني ما عندي مو هو شوف اخي دكتور عمر، هو الاهم هو من بعث لك الايميل اول ثلاثة اسطر قالوا لك مثلا كونجراتوليشن انه بحثك مقبول مع ماينر كوركشن او مع ميجر كوركشن. من قالوا لك هاي الفورمة؟ انت اخذ ملاحظات المقيمين جاوبها ديتيلز وارجع سوي ريفيجن فورم وان شاء الله يقبل البحث مالتك، لانه ليش انت قاطع مرحله؟ لكن اذا هو لازم الديسيشن تعرف شنو، اذا هو ميجر كوركشن وغالبا الميجر كوركشن هو يرجع الى الريفيور، والريفيور ما ناصحك انه يعني الملاحظات قاسيه ومنها شديده، يعني تريد من عندك اضافه نتائج وجزء تغيير بالموديلنج وغيره وغيره وغيره، فاحتمال كبير انه يرجع هذا البحث، خصوصا اذا المجله هي نسبه القبول مالتها ضعيفه. احنا ليش نقول انه لازم تشيك على يا مجله تروح توديها؟ اذا انت مثلا نسبه القبول بالمجلات هي اقل من 20، فاكيد هيك بحث نسبه القبول قليله بيه. صحيح دكتور، مو هي اول مره، عذرا للمقاطعه دكتور، هو هذا مؤتمر اي تربل اي اكسس مؤتمر لو مجله؟ لا مجله جورنال كيو 2. اذا شنو الديسيشن اول ثلاث اسطر؟ ديسيشن هم طبعا ميك ات ريجكشن، جوجل كاتبين انه اتوقع يعني قايلين لا بس بطريقه ماده، خلينا نقول اذا يعني تعتمد، اذا هم ما قايلين بس قايل لك هاي الريفيور ومخلي لك القرار لك، فيعني بصراحه انا انصحك ما تسوي ريفيو، لانه اذا هو الاديتر ما ماخذ معتمد على الريفيور نوتس، والريفيور نوتس كلش قاسيه، واحد منهم قايل لك لا تسوي، سوي ريسب بعدين او بغير على غير مجله، فيعني الحق بالقبول قليل، لكن ما دام هي اي تربل اي جزئيه تسوى هيك مجله. و يعني هو العفو دكتور اللي شجعنا انه واحد قال انه اوكي بس سوى هاي تمام لعد تعديلات الدكتور، هي النوتس اذا قاسيه اذا تطلب هواي منك شغل لا اكيد لا تسويها، بس اذا يعني قليله وبامكانك تجاوبها بظرف يوم او يومين فلا ارجع سوي لهم سبمت، ما بي اي مشكله، واتعب على هاي النوتس اللي هو قايل لك سوي ري سبمت، اتعب على الريفيور النوتس مالته مثل ما شوفتك بالمحاضره، جاوب على نقطه نقطه خارج البحث وبعدين انطي البحث كامل. تمام. انا اشكرك جدا على المحاضره، يعني كانت كلش قيمه،
والله يبارك، الله يبارك فيك. بارك الله فيك، لا تنسونا من من بركة دعائكم، بارك الله فيك ونعم. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا. الله يسلمك، شكرا لك. يا مرحبا. غير دكتور عمر اخواني، من يحب يشاركنا؟ من يحب يشاركنا اخواني؟ اكو سؤال؟ اكو سؤال بالشات، البري ريفيور اذا هل تعتمد بالتقييم؟ اذا تقصدون الريفيور بيبر بالترقيات تعتمد بالجدول الثاني وعليها 5 درجات. ما اعرف اذا هو السؤال كان هيك المقصود به. سؤال، هل بالامكان توضيح طريقه اخذ الصوره من بحث منشور واستخدامه في بحث جديد؟ اخواني الاعزاء، هذه احنا قديما كنا فاهمين البلاجارزم خطا. يعني انا اول مره رحت اكمل بوست دكتوريت في جامعه ملايا، البوست دكتوريت كان الريكويرمنت مالته انه تنشر بحثين ب ISIQ1. حقيقه رحت ماخذ وياي بحثين انا مشتغلهم، ف من سويتهم قالوا لي هذا مو شغلنا، لازم انت تشتغل معانا، لكن حتى نساعدك تنشر هاي البحثين الك روح سوي لهم بلاجارزم. اول مره كنت اعرف البلاجارزم، فمن سوينا البلاجارزم انا مسوي كوبي بيست. فالطريقه الامثل للاخذ من البحث انه انت تاخذ باراجراف وانت امام خيارين، اما تقعد الترجمه وتفتهمه وتعيد صياغته، أو تعتمد على لغتك الإنجليزية أنه أنت فهمك بدون ترجمة تعيد صياغته بالبارفريزنج تولز. والبارفريزنج تولز أخواني كلكم أنصحكم أنه تتعلموها، العملية سهلة. صح بالبداية تجد صعوبة، لكن وين الصعوبة؟ أنت من تعرف التيرمتين شلون يشتغل راح تعرف تسوي بارفريزنج مضبوط. ليش؟ لأنه أنت تأخذ البارغراف المكون من 4 أسطر أو 5، أنت أكو شغلات ما تقدر تتلاعب بها اللي هي الترمز مثلا أو السيكونس مالت الكلمات، مثلا كنترول سيستم أو انتليجنت كنترول سيستم أو روبوتك سيستم أو غيرها. البقية لا تقدر تغير الفوكابلري اللي ممكن تتغير بها، عملية الربط بين الجمل، التقديم والتأخير، بحيث انت ما تخلي 3 كلمات متسلسله بالباراجراف وانتهى الامر. يعني انت اذا تجي تغير بالربط وتغير بادوات الربط طبعا، وتغير بالافعال المساعده، وتغير بالسياق الجمله تقدم وتاخر، هذا بارافريزنج كافي. فهذا الاسلوب الامثل للاخذ من البحث وكتابته في بحث جديد. نعم. تسجيل المشاركة مال أمس معروف، هو يعني الرابط كان موجود، فما أعرف إذا أحد ما مسجل هاي شلون واحد يداركها، ما أعرف بصراحة. شنو الفرق بين الريفيو بيبر والسيستماتيك لترشر وايضا الريفيو بيبر؟ انه اخواني الاعزاء، الريفيو بيبر انه انا اخذ موضوع واشوف اللي قبلي شنو اشتغلوا، والريفيو بيبر انواع هي، اما اناليسيز ريفيو بيبر او كومبريهنسيف ريفيو بيبر او سيستماتيك الريفيو بيبر. كل واحدة من هذول الأنواع إلها طريقة لكتابتها. من نقول أناليسيز ريفيو بيبر، مثلا أنا الآن
دا اشتغل ريفيو بيبر عن الانتليجنت سيستم. فاجي اني اخذ اول مره اهم فقره بالريفيو بيبر هو اللترشر ريفيو الباك جراوند، اخذ احصي مثلا 150 او 200 ريفرنس من اللي اشتغلوا قبلي بالانتليجنت سيستم واشوف كل واحد وين اشتغل بالانتليجنت سيستم. بعدها بما انه انا دا اسوي اناليسز للريفيو بيبر بالانتليجنت سيستم، اروح على هذا الانتليجنت سيستم الانواع اسوي لها تيبل بالاناليسز، الميثودز اللي ديبندنت بالانتليجنت شنو هي ايضا اسوي لها، الابلكيشن بالانتليجنت شنو هو اروح اسوي اناليسز. بعدها اني وين دا اركز بالانتليجنت؟ مثلا اني دا اركز بالانتليجنت سيستم على الانتراكتيف بتوين الهيومن اند روبوت، فالتجاذب بين الانسان والانسان الالي والانسان الحقيقي. فمن اسوي هذه ايضا اسوي عليها فد اناليسز، اعرض بعض الريزلت اللي يعني نشرت بمجلات هاي توبكس هاي امباكت فاكتور اضمنها وتكون عندي ريفيو بيبر. السيستماتيك لترشر عاده ما تستخدم ب يعني من اكتب تشابترز او اني اسوي فقط سيستماتيك لترشر واعرضها تكون مثل الريبورت واعرضها على ريسيرش جيتس او غيرها او غيرها. ارجو ان اكون يعني وفقت بالاجابه مثل ما يحتاج صاحب السؤال. الانتليجنت جورنال اوف ساينس اند ريسيرش الاي جي سي ار الاي اس اس ان مالته اي اندكس كذا كذا نعم فوليوم. شنو السؤال عن هذه المجله؟ اذا اردنا نشيك هذه المجله اخي العزيز هذه الان هسه نشيك اخي الان ناخذ الامباكت فاكتور هذا مالته ونروح الى السكوبس والافضل ما نروح على هذه السيماغو نروح على السورس نشيك ما دام عندنا الاي اس اس ان فالامر سهل للمجله نخلي الاي اس اس ان سوري اي ما كنت موفق باخذ الكوبي نعم الآن نشوف شو حتظهر لنا المجلة هذه هذه المجلة مو سكوبس لأن هذه المجلة لحظة أخي ماكو احتمال نروح على هذه هنا احتمال نلقاها سكوبس هنا بس هي طالعة من سكوبس خلينا نشوف تاريخها لا هذه مو سكوبس المجلة نعم يا مرحبا يا مرحبا دكتور ايضا هل يمكن الاستلال من الابحاث المنشوره في بوابات الارشيف ام ننصح الانتظار لحين نشرها شوف اخي هذه البحوث اللي يعني مثلا الان اني ريفيور اذا شفت البابلون انا مقيم 123 بحث انا ما اعرف هاي البحوث نشرت بعض البحوث مثل السوفت كومبيوتينج جورنال يبعثوا لي مع كل بحث أقيمه ويا الثينكينج مالتهم ينطوني هل هذا البحث نشر أم هو ريجكت الفاينل ديسيجن طبعا أقدر أنا بالويب سايت أعرفه لكن هو يبعث ليها بالإيميل لكن هل أنا بالإمكان أخذ من عندها وأسوي كوبي بيست لا طبعا أكيد مو صحيح أولا حرام وثانيا هو مو من أخلاقيات الباحث لكن إذا هي بري ريفيور ممكن تنشر وبعدين البحث يطلع عندك بلاجارزم ف يعني أنصح بأنه تكون من ضمن البحوث المنشورة الأخذ حتى يكون لأن أنت من راح تأخذ لازم تكتب ريفرنس إخواني فشلون تكتب لها ريفرنس الدكتور محمد يقول اقصد الايمج الايمج اخي العزيز دكتور محمد اذا انت تريد تاخذ ايمج صوره من بحث
انت امام خيارين. اما انه هذا مثلا انا اخذ بلوك دايجرام، اذا انا اخذ هذا البلوك دايجرام واغير به ما احتاج بعد اكتب انطي الريفرنس لان انا غيرت به. اذا انا فقط عدت الرسم مالته بشكل اخر فمن اخلاقيات البحث انه اكتب يم التايتل الريفرنس او اخذ الصوره نفسها واخليها طبعا ما راح تطلع الصوره بالبلاجارزم اذا كانت صوره وما بيها تكست. اذا بيها تكست بداخلها يعني انا اخذت صوره وسويت بالوورد انسيرت تكست، هذا التكست يخضع للبلاجارزم. لكن اذا اخذ صوره ورا ما اكمل وارسم البلوك دايجرام مالتي اودي للبينت وارجع من البينت واخذنا صوره، الصوره ما تطلع بالتيرنتين. لكن هذا العمل مو صحيح من ناحيه اخلاقيات البحث العلمي. ان شاء الله راح ننشرها باذن الله عز وجل المحاضرة. أتصور جاوبنا على هذا السؤال مال الانترناشنال جورنال أوف كذا. الكرنت ستيت لأي موضوع أخواني الآن عملية الحصول على الريفرنس أصبحت جدا يسيرة. يعني أخواني أني مقيم ببعض المجلات بالسفير وسكوبس، مجرد ما أقيم بحث ينطوني ثلاثة أشهر فري اللايبلاري مالتهم كليتها، فأني حقيقة أنزلها وهم يبعثوا لي إياها بالإيميل. أني حقيقة أنزلها على شكل بي دي أف وبيها اللينكات كلها بيها الدي أو آي مال البحوث مالتهم مال الأعداد، أسويها وأنطيها للطلاب وللأصدقاء. بالإمكان أنزل لكم بعض المجلات يعني اللي مقارب إلي بالتخصص راح يستفاد من عدها، هي الانتليجنت روبوت كنترول والسنسر والدايجونست جورنال والكنترول سيستم أبليكيشن والانتليجنت روبوتك أند أبليكيشن وغيرها. وبالإمكان أنه بالريسيرش او اذا عندك انت صديق تاخذ من عنده اليوزر نيم والباسورد مال الجامعات، اي جامعه بالخارج تنطي لطلبتها يوزر نيم وباسورد، تنفتح امامها كل المكتبات اي تربل اي سبرنجر السيفير دايركت ساينس ناتشرال ساينس غيرها كلها تكون فري، فمو صعب انه يكون. موعد الامتحان هذا يم اخونا دكتور عزيز، بس هو يعني ان شاء الله الساعه 10 حقيقه. رابط الحضور نزلناه أكثر من مرة، أرجو أنه أكون وفقت في الإجابة عن كل تساؤلاتكم، وأسأل الله عز وجل أن تكون المحاضرة نافعة لكم ولأي واحد يستمع لها، وأسأل الله عز وجل أن ينفعكم بما يعلمكم ويرزقنا العلم النافع إن شاء الله لنا ولكم، وبارك الله بكم. وإذا أكو أي سؤال آخر أنا مستعد للإجابة. بارك الله بكم وأتمنى لكم ليلة سعيدة، وشكرا على حضوركم وحسن استماعكم، وبارك الله بكم وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.